شفتوا حالتنا، هدية وزير وهاي مش عندنا، صورتوا وشفتوا، شفتوا شلون حالتنا وشلون تعبانين، هو هم مريض. فاجأنا بصراحة بمواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة لهذا الشخص اللي هو من عائلة جدا فقيرة وأيضا من عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فأنا أتمنى من هاي الفرصة طبعا اللي صارت لمحمد أن يساعدون المواطن محمد وليس ابن الوزير، أتمنى أن يساعدون محمد، والاعتذار كل اللي أساء لمحمد. والد محمد وأخوته رحبوا بكاميرة الشرقية نيوز رغم ما يعانوه من إعاقات مزمنة في السمع والبصر، أما محمد فقد تبين أنه يعاني من مرض زرع الكلى المزمن. لا زال الشاب الحلي الملقب بالشيخ محمد يتمتع بروح اللعابة والسخرية بثلاثة أضعاف الغبن الذي لحق به، كونه ابن لرجل أصم لا يملك في هذه الدنيا أي وسيلة نقل. من منطقة السياحي مركز مدينة الحلة أمير علي، الشرقية نيوز. معنا مباشرة الشاب الضحية الذي تداقلت وسائل مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو على أنه هو نزل الهادي العامري. طيب هل لك أن توضح لنا كيف أنه حصل كل هذا اللبس لشخصك بالضبط؟ بالبداية السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أشكر جميع كوادر الشرقية التي التقت بي وخلصتني من تهمة ابن وزير العامري التي نشرت على التواصل الاجتماعي. فأنا أريد أوضح صورة لقناة الشرقية أمام الشعب العراقي وخصوص محافظة بابل، أنا نشرت على الفيسبوك على أساس ابن وزير النقل هادي العامري، وهذا كلام غير إلى صحة. أنا اسمي محمد عباد جاسم الحلي، من أهالي محافظة بابل السياحي، أسكن في قرية اسمها فنهرة، وليس ابن وزير النقل هذا نقل هادي العامري. يعني اللبس يعني كان في شبه بينكم بينك وبين نزل هادي العامري حتى أدى إلى هذا الخطأ؟ والله يا ست الفاضلة أنا ما شايف ابن وزير النقل هادي العامري حتى أشبهه على نفسي. إذن يعني كيف تم لنقل أنك صورتك أنك ابن هادي العامري، كيف تم هذا؟ وهل في النية تقديم شكوى للقضاء بسبب اتهامك بهذا الموقف، أم أنك تعتبر الموقف عابرة؟ والله أنا لا أعرف من الأشخاص الذين دعوا علي هذه التهمة الباطلة، وإنما نعم أدعو إلى القضاة وطالب يعني الحكومة بذلك من قبل الجهات المختصة بالقضاة، كل من نشر الصورة واتهمني ابن وزير النقل هادي العامري. يعني انت يعني فعلا لديك مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، عندك يعني حساب في هذه المواقع، ام ان الامور صورت ووضعتك في هذه الصوره من قبل اناس اخرين لا علم لك بهم ولا تعرفهم ولا يعرفونك؟ يبدو اننا فقدنا هذا الاتصال بالشاب محمد جاسم الذي وقع ضحيه الطائره التي لم تهبط في مطار بغداد بسبب عدم وصول نجل وزير النقل العراقي هادي العامري الى الطائره في الوقت المحدد. نشكر ضيفنا محمد جاسم من بابل. هذا وكانت شركه طيران الشرق الاوسط اللبنانيه اصدرت بيانا روت فيه كيفيه منع طائرتها من الهبوط في بغداد، وقالت إن مدير محطتها في العاصمة العراقية أبلغها بأن السلطات العراقية المختصة لن تسمح للطائرة بالهبوط في مطار بغداد. وقالت الوكالة في بيانها أنها لم تعلن عن أي سبب بشأن ما تناولته وسائل الإعلام عن لسانها حول موضوع منع هبوط طائرة تابعة للشركة
في مطار بغداد، وأشارت أيضا إلى أنها تنتظر انتهاء التحقيق وجلاء الموقف. وأكدت الشركة أيضا أن ما نشر هو مجموعة أخبار واستنتاجات تناقلها بعض الركاب، لافتة الانتباه إلى أنها سوف تصدر بيانا كاملا عند الانتهاء من التحقيقات. وعلم أنه حصلت اتصالات بين طيران الشرق الأوسط والخطوط الجوية العراقية التي فتحت تحقيقا بحادث منع طائرة ميدل إيست من الهبوط في بغداد. إذن مشاهدينا، ربما جزء من العراقيين كما ذكرنا سابقا ظلموا لمرتين متتاليتين، الأولى عندما أعيدوا إلى بيروت كمسافرين بسبب عدم ركوب نجل وزير النقل العراقي هادي العامري الطائرة التي كان من المفترض أن تهبط في بغداد فتم منعها. المرة الثانية عندما تداول أشخاص على موقع الفيسبوك صورة شخص على أساس أنها تعود لمهدي العامري نجل وزير النقل هادي العامري الذي كان سببا في عدم هبوط طائرة الميدل إيست اللبنانية بمطار بغداد، وكان على متنها أما عراقيون إثر تأخره على موعد إقلاعها فعادت بهم إلى بيروت. الشاب العراقي من محافظة بابل محمد جاسم هو ضحية لنشر صورته بالخطأ في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أساس أنه نجل وزير النقل العراقي، وهو ما دفعه طبعا إلى توضيح الأمر عبر فيديو صوره لنفسه ونشره على موقع الفيسبوك. كل هذا ليقول الأشخاص الذين تداولوا صورته خطأ أن لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب بقضية نجل الوزير العراقي. مراسلنا أمير علي من بابل والتفاصيل. محمد عباس جاسم من سكنة منطقة السياحي قرب مركز مدينة الحلة لم يكن مشهورا أو معروفا في الوسط الإعلامي بشكل كبير، فقد اقتصر عمله على مستوى منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وبعد حادثة الطائرة اللبنانية انتشرت صور محمد على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، مشيرة الى انه هو ابن وزير النقل العراقي الذي الغيت الرحلة من اجله. يعني انسان اولا ناشط للانسانية ما يصير يتهم باتهامات هيك اتهامات ابن وزيره، وانا شفته يعني الوالد ما اعتقد ان يكون وزير. يعني اولا حالتنا صم بكم اولا الوالد، ثانيا من انت تنشر يعني انا لا اعرفك ولا تعرفني. هو التواصل الاجتماعي ما عفو للنشر المسيء، عفو للشغلات الجيدة شغلات هذا، مو يعني يجي سوى التواصل الاجتماعي وقام ينشر بيه على كيفه. فانا يعني اطلب المقاضاة قانونيا اللي نشر هذا الخبر بان انا ادعي ابن الوزير، وكذلك يعني اوصل صوتي الوزير نفسيته. هل اذا هو يعني يقول انا تابع وهاي خلي تابع نشر على الفيسبوك ويردهم يقولهم هذا مو ابني، طاشين الصوره مالته ويقولون عليه ابن وزير ورجال فقير ومريض ما يتحمل يعني هالسواليف، عنده عجز بالكلى، وقام يطلع بالشارع يقلدون عليه ويحتون عليه. والتعليقات البارحه تعليقات كلش مؤلمه حيل. والدة محمد أشارت إلى أن موضوع الخلط بينها وبين ابن الوزير وما تناوله البعض من سخرية أثر على نفسية محمد وجعلته منعزلا لبعض الوقت. شفت حالتنا هبيت وزير واي مش عدنا، شفتوا شان حالتنا وشان تعبانين، هو هم ما مريض. فاجأنا بصراحة بمواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة لهذا الشخص اللي هو من عائلة جدا فقيرة وأيضا من عائلة من ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنا أتمنى من هاي الفرصة طبعا اللي صارت لمحمد أن يساعدون المواطن محمد وليس ابن الوزير. أتمنى أن يساعدون محمد والاعتذار كل اللي أساء لمحمد. والد محمد وأخوته رحبوا بكاميرة الشرقية نيوز رغم ما يعانوه من إعاقات مزمنة في السمع والبصر. أما محمد فقد تبين أنه يعاني من مرض زرع الكلى المزمن. لا زال الشاب الحلي الملقب بالشيخ محمد يتمتع بروح الدعابة والسخرية بثلاثة أضعاف الغبن الذي لحق به، كونه ابن لرجل أصم لا يملك في هذه الدنيا
أي وسيلة نقل من منطقة السياحي مركز مدينة الحلة أمير علي الشرقية نيوز. هو يعود إلينا محمد جاسم الذي وقع ضحية الموضوع الطائرة اللبنانية التي لم تهبط في بغداد. محمد، أنت هل لديك يعني حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك، أم أن هناك أشخاص ربما استغلوا صورتك موجودة في أحد المواقع واستغلوها ونشروها على أنك ابن وزير النقل العراقي؟ أي نعم، أنا عندي حساب بالفيسبوك بس لغيته قبل شهر، لأن عندي الدراسة مالتي ما أقدر رابع، وصوري موجودة يعني على الفيسبوك، بس مو معنات مهزلة هاي نشاطاتي أو هذا، فأطلب يعني الموضوع بجدية عن الفيسبوك هذا للتعارف، للكلام الجيد مو للكلام البذيء يعني. طيب محمد، يعني واضح أنك مصمم على أنك توضح للجميع للكل بأنك لست أنت الشخص المعني. طيب يعني شو السبب؟ ليش أنت يعني أنك مصمم على هذا الشيء؟ هل أنك تأذيت أو وقع بك الأذى هذا الفيديو لما تم تسريبه؟ نعم، أنا مصمم أن أعترف لهم أنا مو ابن هذا العامر، أكو شخص ولا ابن وزير النقل، فأعترف لهم أنا يعني قدام الشاشة التلفاز أنا أقول لهم ما أنا مو ابن هذا العامر، أنا شخص محمد عباس جاسم من أهالي محاولة بابل، رجل فقير، أبويا مو هادي العامري، أبويا رجل أصم، وأنا يعني طالب الأشخاص اللي شوهت سمع بعض الأشخاص سمعتي على الفيسبوك وبعض القنوات اللي شوهت سمعتي ونشرتنا على الفيسبوك بأن أنا ابن هذا العامري الذي أرجع الطائرة من بغداد إلى لبنان. نعم، محمد جاسم كنت معنا من بابل، شكرا جزيلا لك. حفظنا التواصل وفيه بعد قليل. الحداث في يوم المرأة العالمي لتبديل هذا القانون الذي يعتبر عنفا في حق المرأة والطفل. دول العالم تحتفي بيوم المرأة وتتباهى بحقوقها، وفي العراق النساء يتفتحن بالسواد استنكارا لقانون يسلبهن أبسط الحقوق. حذرت الأمم المتحدة عبر بعثتها في العراق يونامي من أن تبني قانون الأحوال الشخصية الجعفرية سيساهم بتفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطني للخطر. جاء التحذير الأممي هذا في بيان لرئيس البعثة الأممية نيكولاي مالادينوف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعا فيه مجلس النواب العراقي إلى مراعاة القوانين الدولية التي تحمي حقوق المرأة في حال تشريع مثل هكذا قوانين، وأن تكون متناغمة مع الأعراف الدولية وتشمل أعلى معايير حقوق الإنسان. ميلادينوف أعرب عن قلق الأمم المتحدة من قيام مجلس الوزراء العراقي مؤخرا بتبني قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي يعرض وحدة التشريع الوطني للخطر، وسيكون له مردود عكسي على المكتسبات المنجزة لحماية وتطوير حقوق النساء والإناث التي يحميها الدستور. هذا وارتدت العشرات من النسوة العراقيات في كركوك السواد تعبيرا عن الحداد احتجاجا على قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي أقره مجلس الوزراء العراقي. ورددنا المتظاهرات هتافات نددنا فيها بالقانون لمخالفته المادة 14 من الدستور العراقي، كما وطالبنا البرلمان العراقي بعدم التصويت عليه كونه صيغ على أساس طائفي بحسب مجموعة من الناشطات في التظاهرة. وقد رفعت العشرات من النسوة لافتات تندد بزواج القاصرات، لافتة إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يهدد الأمن الإنساني لنساء وأطفال العراق. اليوم يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، نساء كركوك تضامن مع بقية النساء في كل أنحاء العراق نعلن الحداد رفضا للقانون الجعفري. نساء كركوك في حداد، اليوم جميع النساء تحتفل بالإنجازات التي تحققها، ولكن مع الأسف نحن في تأخر بشكل مستمر وتراجع، وننادي جميعا اليوم لا لقانون الجعفري، نرفض قانون الجعفري، نعم للمساواة الكاملة، نعم للقوانين الدولية، نعم لحقوق الإنسان.
الإنسان، ونرفض زواج القاصرات، نرفض انتهاك حقوق الطفل. العراق ملزمة باتفاقية حقوق الطفل، ونلاحظ انتهاك واسع لهذه الاتفاقية في القانون الجعفري. يعني انحدادنا على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري التي تم موافقة الحكومة العراقية عليه، وتم إرساله إلى البرلمان.